صلبينا على النبي، هو بيبدأ المسلسل مع البنت سولين اللي كانت بتعمل تعديل على صورتها بالفوتوشوب، وبنعرف إن عندها حساب باسم تشيني مشهورة جدا، وبنعرف كمان إنها بتعمل كده علشان شايفة نفسها وحشة ومش مقتنعة بشكلها، وبيظهر بعدها إنها بتتعرض للتنمر طول الوقت في المدرسة. وبعد ما سولين بتبدأ تتصور بتنشر صورة على حسابها بتقول إنها منبوذة في المدرسة ومشهورة على مواقع التواصل، وبنشوفها بعدها راحت تتكلم مع المتنمرة سونجا من حساب جيني المشهورة، وبنعرف وقتها إن سونجا متعرفش إنها سولين اللي بتتنمر عليها وفكرها صاحبتها المشهورة، وبنعرف بعدها إن سولين بتعمل إعلانات لمنتجات كتير بسبب شهرتها، وبيظهر إنها بتتعامل مع العملاء عن طريق البريد ومش بتظهر وشها. وفي تاني يوم بتكون سولين في المدرسة وبتلاقي المتنمرة سونجا جت تتكلم معاها وبتطلب منها تديها الأسوارة بتاعتها علشان تجربها. وبعد ما سونجا بتاخد الأسوارة وبتقول عليها جميلة، بتكون سولين مش عايزاها تتنمر عليها وبتقولها تاخدها. وبنشوف بعدها سولين راحت تقعد في سطح المدرسة وبتفطر مع صاحبها تاي، وبتقول إن تاي بيتعرض للتنمر هو كمان ومعندوش صحاب. وساعتها بنعرف إن تاي بيتدرب في وكالة وهيبقى مشهور، وبيظهر إن صحابه كانوا غيرانين منه وبدأوا يتجاهلوه. وبعد ما تاي بيقول لصاحبته سولين إنها جميلة وبيمشي، بتكون سولين فاكراها بيضحك عليها علشان ما تبقاش متضايقة، بس بعدها بترجع للبيت وبتكون مبسوطة من كلامه. وفي تاني يوم بتروح سولين تاكل مع صاحبها تاي وبتكون مبسوطة، وبتفتكر لما متابعينها كانوا شاكين إنها مش موجودة على أرض الواقع وعايزينها تصور نفسها في مكان عام. وبعد ما سولين بتودع تاي وبتروح تغير لبسها وبتلبس باروكة، بتبدأ بعدها تصور نفسها في المطعم وبتعمل تعديل على الصورة. وأما سولين بتلاقي الناس بدأت تكتب لها في التعليقات إنها جميلة وبيكونوا مصدقينها، بتلاقي بعدها حد مجهول بعت لها فيديو لما كانت في القهوة وبيقولها إنه شاف وشها. وفي تاني يوم بتبدأ سونجا تتنمر عليها من تاني وبتضربها، بس سولين بتكون خايفة من الشخص المجهول اللي بعت لها رسائل ومش مركزة معاها. وبعد لحظات بنشوفها كانت بتتمرن مع صحابها وبتلاقي بعت لها رسالة تانية، وبتعرف وقتها إنه شايفها وبتكون خايفة يكون طالب من المدرسة. وأما سولين بتلاقي كان عارف اسمها وبيغمى عليها، بيظهر وقتها صاحبها تاي وبياخدها للعيادة بتاعت المدرسة. وفي الوقت ده بنشوف المدرس كان بيتخانق مع سونجا بسبب تنمرها على سولين، وبيقول لها تكلم والدتها علشان تيجي للمدرسة. وساعتها سونجا بتقول إنها مش بتتنمر عليها، بس بعدها بيقول لها تروح تتأسف لها وما تتنمرش عليها تاني. وبعد ما سولين بتفوق وبتروح تفطر مع صاحبها تاي في سطح المدرسة، بتقول وقتها إنه لو اكتشف سرها هيبعد عنها ويتخانق معاها، وبتقول كمان إن الطلبات هيضربوها ويتنمروا عليها أكتر من الأول، وبتكون خايفة تعترف لتاي إنها المشهورة جيني الجميلة. وبعد لحظات بنشوفها كانت في الفصل وبتلاقي سونجا رمت ورقة على وشها، وبتكون كاتبة لها اعتذار على الورقة بسبب التنمر عليها. وفي تاني يوم بتلاقي بورا صاحبة المتنمرة سونجا بدأت تتنمر عليها وبتاخد موبايلها، وبتكون سولين خايفة تشوف حسابها وبتحطها في إيدها، وبتكون بورا متعصبة من اللي حصل وعايزة تضربها، بس بعدها سونجا بتهديها وبتاخدها من المكان. وبعد ما سولين بترد على الشخص المجهول بتعرف إنه عايز يقابلها بعد انتهاء اليوم الدراسي، بتفضل بعدها مستنيها في المدرسة ومش بترجع للبيت. وبتلاقي بعدها صاحبها تاي كان مستنيها وبتبعت للشخص المجهول رسالة، بس وقتها بتشوف تاي طلع الموبايل بتاعه وبتكون شاكة فيه، وبنشوفها بعدها رجعت للبيت وبتفضل تعيط وبتعمل إعجاب على صورة تاي بالغلط وبتكون مش واخدة بالها. وبعد ما سولين بتلاقي كان عامل إعجاب على صورها كلها وبتعرف إنها عملت إعجاب لصورته، بتروح بعدها للمدرسة وبتفطر معاه. وساعتها تاي بيقولها إن المشهورة جيني عملت إعجاب على صورته وبتلاقي كان مبسوط، وبتقرر بعدها تشوف إذا كان تفكيره سيء ناحية جيني. وبعد لحظات بتلاقي الشخص المجهول طلب منها تعمل روج وتروح للمدرسة، وبتكون سولين خايفة يكشف سرها وبتضطر تنفذ كلامه. وبتكون سونجا وصاحبتها بورا شايفينها وبيبدأوا يتنمروا عليها، بس بعدها المدرس بيدخل للفصل وبيبعدهم عنها وبيقول لسولين إنها جوه المدرسة ولازم تشيل الروج. وبعد ما سولين بتروح تشيل الميك اب وبتفضل تعيط، بتقرر بعدها تخلص على نفسها وبتطلع لسطح المدرسة. وساعتها بترجع في كلامها وبتقع على الأرض، وبتبدأ بعدها تضرب نفسها علشان خافت من الموت. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي وبتلاقي الشخص المجهول بعت لها صور علشان توصل له، بتنجح بعدها بانها تروح لبيته وبتلاقي امك رئيس الفصل، وبيعرفها بعدها امك انه مش عايز يأذيها ويفضحها، لكنه عايز يكون مختلف عن الطلبة وعارف سرها. ومسؤولين بتسأله ازاي عرف انها جيني المشهورة، بتكون مستغربة، بيقول لها انها في مرة نزلت صورة بلبس المدرسة وكان شاكك فيها، وبيقول لها بعدها انها مسحت الصورة وفضل مراقبها، وانه بعدها شافها بتلبس باروكة في المطعم وعرف بكل حاجة. وبعد ما امك بيقول لها ان المتنمرة سونجا تبقى حبيبته، بيعرفها بعدها انه عارف انها صديقتها بشخصية جيني المشهورة. وفي تاني يوم بتلاقي امك اخدها المطعم جديد هيفتح قريب، وبيكون عايزها تاخد كذا صورة علشان تنزلها في حسابها. وبعد ما سولين بتبدأ تتصور بتعمل تعديل على الصور، بتعرف بعدها ان امك نزل الصورة اللي تصورها في المطعم الجديد. في الوقت ده بنشوف سونجا حبيبته كانت مستنياها جنب بيته بقالها كتير، وبتكون ملاحظة ان امك مبقاش مهتم بيها. وبنشوف بعدها سولين بدأت تتواصل مع صاحبها تاي من حساب جيني، وبتكون عايزة تعرف اذا شايف جيني بنظرة سيئة. وأما سولين بتلاقي بعت لها فيديو بتتأكد ان ما عندوش أخلاق، بنلاحظ انها كانت مصدومة من اللي حصل وبترفض تشغل الفيديو.
وبعد لحظات بنشوف سولين كانت ماشية وبتلاقي تاي ظهر لها وبتقول وقتها إن هما ما ينفعش يكونوا صحاب وبترفض تعرفوا السبب. وبتكون سولين فاكرة حد مش كويس علشان بعت فيديو لحساب جيني، وبيبقى تاي مش فاهم حاجة ومستغرب منها. وما تاي بيقول لها إنه جالها علشان يعرفها إنه هيعمل أول أغنية، بتفضل بعدها تعيط وبتعرف إنه هيروح لمدرسة تانية. وفي تاني يوم بتلاقيه كان سايب لها سلسلة بمناسبة يوم ميلادها وبيمشي، وبتكون سولين حاسة إنها ظلمته علشان لسه ما شافتش الفيديو. وبعد ما أمك بيرجع للبيت وبيلاقي سونجا كانت مستنياه، بتعرفه وقتها إنها لابسة فستان جديد وبتسأله إذا كانت جميلة. وما أمك بيقول لها إنه ما خدش باله وبتتأكد إنه مبقاش مهتم بيها، بتبدأ بعدها تتمرن وبتكون عايزة تبقى جميلة. وبعد لحظات بتكون سونجا شايفة الصورة اللي نشرها أمك وهو في المطعم الجديد، وبتسأل نفسها مين اللي صوره وبتكون مستغربة. وفي تاني يوم بتكون سولين متضايقة من التنمر اللي بتتعرض له وبتروح تعيط، وبتلاقي وقتها أمك جالها وبيحاول يهديها. وبعد ما أمك بيضحكها وبيبدأ يلعب معاها، بيظهر إن سونجا كانت شايفاها وبتروح تقعد لوحدها وبترفض تتكلم مع صاحبتها المتنمرة بورا. وبنشوف بعدها سولين كانت ماشية وبتوقع مستحضرات التجميل بتاعت سونجا، بس بعدها بتعتذر لها وبتديها مستحضرات التجميل الخاص بيها. وبتكون سونجا متضايقة منها علشان فكرة حبيبها أمك معجب بيها، وبتبدأ بعدها تتنمر عليها وبتضربها. وبتفضل وقتها سولين تعيط وبتكون خايفة، بس بعدها أمك بتكلم مع سونجا وبيقول لها تقعد في مكانها. وبعد ما سولين بتروح تعيط في الحمام وبتعمل لها بلوك من حساب جيني، بتبدأ وقتها تفتكر لما دخلت المدرسة لأول يوم. وبنعرف ساعتها إن سولين جابت لها الساعة بتاعتها هدية وبقوا صحاب، وإنها في يوم راحت للمطعم مع عيلتها وعرفت إن والدة سونجا فقيرة وبتشتغل في مطعم. وبعد ما سونجا بتتكلم معاها وبتطلب إنها ما تعرفش الطلب إنها فقيرة، بتعرفها سولين إنها مش هتتكلم وبتكبر صداقتهم من وقتها. وفي يوم بيظهر نبورة كانت عارفة إن والدة سونجا فقيرة، وبتروح تقول لصاحبتها سونجا إن سولين بتنشر إشاعات عنها في المدرسة. وبتكون سونجا متعصبة وبتروح تضرب سولين، وبنعرف ساعتها إنها بقت بتتنمر عليها طول الوقت. وبنرجع بعدها للوقت الحاضر وبنشوف سولين كانت عايزة تمسح حساب جيني، بس وقتها بتلاقي طلبة جديدة دخلت المدرسة وبترجع في كلامها. وبتكون الطلبة الجديدة اسمها مينسو وشبه شخصية جيني المزيفة، وبيكون الطلبة شايفينها جميلة وبيفتكروها جيني المشهورة. وبنلاحظ وقتها إن مينسو كانت مبسوطة علشان فاكرينها جيني، وبتبدأ تتظاهر إنها مشهورة والحساب بتاعها. وبتكون سولين شايفة اللي حصل وبتبقى متضايقة، وبتلاقي بعدها مينسو بدأت تتعامل معاها بلطف وبتقول لها إنها جميلة. وبعد مينسو بتطلب منها تيجي تاكل معاها وبتاخد مجموعة من الطلبة لبيتها، بيظهر إن الطلبة شايفينها لطيفة وبيبقوا صحاب. وبتكون بورا المتنمرة موجودة معاهم وبتعتذر لسولين علشان اتنمرت عليها، وبتعرفهم إنها كانت خايفة سونجا تضربها وبقت متنمرة زيها. وساعتها مينسو بتعرفهم إنها تعرضت للتنمر في المدرسة الأولى وعارفة إحساسهم، وبتقول لهم إنها تساعدهم ينتقموا من سونجا. وبنلاحظ إن سولين كانت رافضة تساعدهم وبتمشي، وبتحاول مينسو تقنعها مش بتعرف. وفي الوقت ده بتكون سونجا شايفة صورة جيني وهي في المطعم الجديد، وبتعرف وقتها إنه نفس المطعم اللي تصور فيه حبيبها أوماك. وبتكون سونجا شاكة إن جيني هي نفسها سولين اللي بتتنمر عليها، وبتفتكر لما شافتها بتلعب مع أوماك وكانوا قريبين من بعض. وفي تاني يوم بنشوف ميزو أخدت بورا علشان تقص شعرها وبتضحك عليها، وبتقول لها تعمل شعرها زي فنانة مشهورة. وبيصار بورا مش عارفة الفنانة اللي قالت عليها، لكنها بتكون واثقة فيها وبتطلب من الحلاق يعملها قصة الفنانة المشهورة. وبعد ما بورا بتلاقي قص شعرها زي الولاد وبيبدأوا الطلبة يتنمروا عليها، بتبدأ ميزو تدافع عنها وبتقول لهم إنها جميلة. وبنشوف بعدها سونجا بدأت تدور على ماضي جيني وبتروح للمدرسة بتاعت سولين الأولى، وبتسأل الطلبات اللي هناك إذا كانوا يعرفوا جيني. وما الطلبات بيقولوا ان هما مش شافوهاش قبل كده وبيتعرفوا على سولين، بتبدا سونجا تتاكد ان سولين اللي صنعت شخصيه جيني بنفسها. وساعتها بتلاقي جيني كلمتها في الموبايل فيديو بتكون شايفاها بشخصيه جيني، وبيظهر ان سولين كانت حاسه انها شاكه فيها وطلبت من اوماك يساعدها تكلمها فيديو. وبعد ما سونجا بيجي لها اتصال من المستشفى وبتروح لهناك، بتعرف وقتها ان والدتها ماتت وبتكون منهاره. وبتلاقي بعدها سولين ظهرت مع عيلتها وبيعزوها بسبب ان جوز والده سولين صاحب المبنى اللي فيه المطعم ويعرفوا والدتها. وبعد ما سونجا بتسألها إذا كانت هي جيني المشهورة، بتكون سولين رافضة ترد عليها وبتمشي من المكان. وفي تاني يوم بتعرف سولين إن السلسلة اللي اداها لها تاي اتسرقت، وبتفضل تدور عليها، وبتروح بعدها تبلغ صاحبها أمك باللي حصل. وأما أمك بيروح للمدرس وبيعرفوا إن السلسلة اتسرقت، بيظهر إن بورا كانت سامعاها وبتروح تعرف الطلبة بكل حاجة. وبتكون مينسو وبورا عايزين ينتقموا من سونجا وبيتهموها إنها حرامية، وبنعرف ساعتها إن هما اللي سرقوا السلسلة علشان ينتقموا منها. وبعد ما مينسو بتبدأ تضربها بنفس الطريقة اللي ضربت فيها سولين، بتفضل سونجا تبص لحبيبها أوماك وبتكون عايزاها يساعدها. وساعتها بتظهر سولين وبتتخانق مع مينسو، وبتاخد بعدها سونجا للعيادة بتاعت المدرسة. وبتكون سولين شك في بورا ومينسو، وبتروح تقول لهم ازاي عرفوا ان السلسلة تمنها كبير. وبتبدأ وقتها بورا تتوتر وبتكون مش عارفة تتكلم. وبتقرر وقتها مينسو تتهم صاحبتها بورا وبتقول انها اللي خططت لكل حاجة، وبتفضل بعدها تعيط علشان اذت سونجا. وساعتها بورا بتقول ان ملهاش ذنب في اللي حصل، وبتبدأ تتجنن
بس بتلاقي الطلبة ما كانوش مصدقينها وبترشهم بطفاية الحريق. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي وبتبدأ سولين تتكلم مع سونجا، بتعرفه وقتها إنها جيني المشهورة. وما سونجا بتبدأ تتخانق معاها وبتقولها ليه ما تكلمتش من الأول وسابتها تتنمر عليها. بتسألها وقتها سولين إذا كانت هتبقى صاحبتها لو اعترفت لها، وبتكون سونجا سمع كلامها ومش بتعرف ترد عليها، لكنها بعدها بتمشي وبتفضل سولين تعيط من اللي حصل لها. وبعد ما سولين بترجع للبيت وبتفضل تعيط، بيظهر إن سونجا كانت بتعيط هي كمان وزعلانة علشان اتنمرت عليها. وفي تاني يوم بنشوف سونجا كانت ماشية وبتوقع على الروج بتاع مينسو، بس بعدها بتدهولها وبتعتذر لها على اللي حصل. وبتكون مينسو عايزة تتنمر عليها ومش بتقبل اعتذارها، لكنها وقتها بتلاقي جيني نزلت صورة وبتقول إن في واحدة بتقلدها. وبعد ما الطلبة بيعرفوا باللي حصل وبيكونوا شاكين إن مينسو بتضحك عليهم، بيظهر ساعتها إن سولين كانت مبسوطة علشان عايزة تفضحها. وفي تاني يوم بتعرف سولين إن موبايلها اتسرق وبتفضل تدور عليه، بس بعدها بتلاقي مينسو كانت منزلة صورة على حساب جيني بلبس المدرسة. وساعتها سولين بتعرف إنها اللي سرقت موبايلها ونزلت الصورة، وبتكون مينسو عايزة تثبت للطلبة إنها جيني المشهورة. وبعد ما سولين بتروح تتكلم معاها في سطح المدرسة وبتطلب منها تديها موبايلها، بترفض مينسو تديها الموبايل وبتمشي. وبنشوف بعدها سولين رجعت للبيت وبتغير كلمة السر بتاعت الحساب، وبيظهر إن مينسو كانت عايزة تنزل صورة مع صحابها مش بتعرف. وبتكون مينسو محرجة من صحابها وبتقول لهم إن الصورة مش جميلة، وبتعرف وقتها إن سولين بدلت كلمة السر وأخدت الحساب من تاني. وفي الوقت ده بنشوف سولين راحت تتكلم مع صاحبها أمك اللي بيقولها إنه دور في ماضي مينسو وعرف إنها بتتعامل مع الشخص بلطف وبعدها تتنمر عليه. وفي تاني يوم بتكون سولين شايفة مينسو بدأت تتعامل مع سونجا بلطف وعايزة تتصور معاها، وبنلاحظ إن سونجا كانت خايفة منها ومش بترفض طلبها. بعد ما سولين بتروح تتكلم مع مينسو في سطح المدرسة تاني وبتتخانق معاها، بتكون مستغربة علشان عرفت إنها صاحبة حساب جيني وسرقت موبايلها. وما سولين بتعرف إنها كانت سمع كلامها لما اعترفت لسونجا بكل حاجة، بتلاقيها بعدها طلبت منها تديها كلمة السر بتاعت الحساب. وبتكون سولين متضايقة من طريقة كلامها وبتحاول تضربها، لكنها في الآخر مش بتعرف وبتبقى منهارة. وفي تاني يوم بنشوف الطلبة بدأوا يتكلموا عن مهرجان المدرسة، وبيقول أمك إن مينسو لازم تعمل بث مباشر في المهرجان من خلال حساب جيني. وبيظهر إن أمك كان عارف إن سولين بدلت كلمة السر ومش هتعرف مينسو تعمل بث مباشر، وبيكون عايز يعرف الطلبة إنها بتكذب ويفتحها. وبعد ما الطلبة بيوافقوا على كلامه وبيطلبوا منها تعمل بث مباشر، بتكون مينسو مش عارفة ترفض طلبهم وبتوافق. وفي يوم المهرجان بنشوف سولين كانت متوترة من اللي هيحصل، وبتلاقي بعدها مينسو بعتت لها رسالة وبتقول لها تغير كلمة السر. وما مينسو بتلاقيها مش بترد عليها ورافضة، بتبعت لها بعدها رسالة بتقول لها إنها تعرض الفيديو اللي بعته اللي هي صاحبها تاي. وبعد ما سولين بتروح تبلغ أمك وبيسألها عن الفيديو، بتقول له إنها ما شافتش الفيديو وخايفة. وبيقرر بعدها أمك يساعدها وبيخلي مهرج ياخد الشنطة بتاعت مينسو، وبتعرف بعدها مينسو إن الموبايل اتسرق وبتكون شاكة في سونجا. وبعد ما مينسو بتروح لسونجا وبتضربها، بيظهر بعدها أمك وبيكسر الموبايل. وساعتها مينسو بتتصل بشركة بيانات وبتطلب منهم يبعتوا لها نسخة من الرسائل بتاعت جيني، وبتروح بعدها تبلغ سولين إنها تفضحها. وفي الوقت ده بيدخل تايل المدرسة بعد ما بقى ايدول مشهور، وبتكون البنات كلها معجبة بيه وبيجروا وراه. وبعد ما مينسو بتعرض المحادثة بتاعت جيني وتاي، بتعرف سولين إنها عايزة تخليهم يشوفوا الفيديو وتفضحها. وبتقرر وقتها سولين تتكلم مع الطلبة وتفضح نفسها، بس ساعتها تاي بيروح يشغل الفيديو بنفسه. وبنعرف وقتها إنه كان بعت لها فيديو وهو بيتدرب، وبيظهر إنه كان عارف إنها صاحبة حساب جيني وبعت لها الفيديو. وبعد ما تاي بيبدأ يتكلم وبيقول للطلبة إن سولين أجمل بنت شافها، بتقول بعدها مينسو إن سولين هي صاحبة حساب جيني. وبيكون الطلبة مش مصدقينها وبيفتكروها اتجننت، وبتظهر بعدها بورة وبترش على وشها مية سخنة. وبتفضل بعدها بورة تضحك عليها وبتكون مبسوطة علشان أخدت حقها، بسبب إن مينسو اتهمتها بسرقة السلسلة وكانوا الطلبة مش مصدقينها. وبعد لحظات بنشوف سولين راحت تتكلم مع تاي اللي بيبدأ يعترف لها بمشاعره ناحيتها وبيقرروا يكونوا مع بعض. وفي الوقت ده بنشوف سونجا راحت لبيت حبيبها أمك وبتتكلم معاها، وبيكون أمك عارف إنه مش مهتم بيها وبيعتذر لها. وبعد ما سونجا بتسامحه وبتعرف إن عنده ضغوطات نفسية، بتبدأ بعدها تعيط وبتقول إنها هتفضل معاه. وفي تاني يوم بنشوف فرحت لسولين وبتعتذر لها علشان كانت بتتنمر عليها، وبتلاقيها بعدها بدأت تعيط وبتفضل تعيط معاها. وبالليل بتقرر سولين تظهر بشكلها الطبيعي قدام الناس وبتنشر صورة على حسابها، وبتغير بعدها اسم جيني المزيف لاسمها. وبعد ما سولين بتمسح الصورة المزيفة بتاعت جيني وبتنام، بتعرف تاني يوم إنها خسرت متابعينها كلهم وبقى عندها 9 متابعين. وبنعرف كمان إن الناس بدأت تقول عليها كلام سيء وإنها كدابة، لكنها مش بتكون مهتمة لكلام الناس وبتروح للمدرسة. وبعد ما سولين بتلاقي صحابها التلاتة كانوا عاملين إعجاب على صورتها، بتقول إنها صحيح خسرت حب الناس ليها، لكنها قررت تحب نفسها وتتقبل شكلها.
الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.